عن لين لاحظت انه اليوم ما هي طبيعيه شوي شفتها حقيقه الصباح. حتى انا لاحظت نفسي قاعده كل شوي مركز على الجوال وما ادري ايش فيها وتويتر وطالع وتشوف التعليقات ما ادري عسى ما خير عسى ما شر وامس حاطه صوره ايضا يعني ما فهمنا شو السالفه يا استاذه يسعد صباحكم مزبوط كلامكم يعني انا اليوم فرحانه وزعلانه امبارح نزلت هاي الصوره الاخيره على الانستغرام اجاني بعض التعليقات جرحتني يعني حسيت انه بدي امسح الصوره بعدين قلت لا خليها تخيلوا حدا كاتب لي بتخوفي وبنت كاتبه اقرف من هيك ما في فانا انصدمت بس انا بعد ما شفتكم فرحت بس خلينا نعرف شو قصه الصوره طيب يلا هلا رايحة عند قسم الجرافيكس بالام بي سي وراح اطلب منهم يشتغلوا لي على هاي الصورة لحتى اعمل تجربة التنمر واشوف شو حيصير على الانستغرام. هاي انا بدنا نعمل شيء بهاي الصورة انه مثلا نعمل حبوب، بشرة مو صافية، اي شيء. صراحة ما بعرف كيف راح اعمل هذا البوست على الانستغرام بس ان شاء الله يا رب يكون الناس لطيفين. طبعا هاي التعديلات عملناها خصوصي لحتى احس بشعور الاشخاص اللي بيتعرضوا للتنمر وانا قلت فرحانه يمكن لهاني وساره لانه 90% من التعليقات كانت ايجابيه حسوا اني طبيعيه وواقعيه وقريبه منهم اكثر يعني كانت توقعاتي اسوا لكن فاجئوني المتابعين بالدعم ولكن حتى لو نسبه 10% تنمروا هالشي مو لطيف ابدا